بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة في كل مكان، في الفيديو هذا حنتكلم على واحدة من أهم structures في special sense chapter اللي هي الايبول. الهيستولوجي متاع الايبول، احنا نعرفوا ان الايبول تتكون من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى اللي هي most outer layer نسموها احنا protective layer، اللي هي الطبقة هذه، واللي تتكون من جزئين، جزء في الفرونت وجزء في الباك. الجزء هذا اللي في الفرونت نسموه فيه كورنيا، واللي في الباك نسموه فيه سكليرا، وهذه الاوتر لاير. فنقول احنا الاي بول تتكون عندها لاير جايه خارجيه نسموها فيها اوتر لاير، نكتبها هنايا اوتر لاير. بالنسبه للاوتر لاير نقدر نقول عليها ان هي البروتكتيف لاير، بروتكتف لاير، هي اللي بتدير بروتكشن للعين. التركيبه نتاعها فايبرز، فنقول عليها الفايبرز لاير. يبقى الاوتر لاير نسمها بروتكتف لاير، فايبرز لاير، وتتكون من حاجتين مهمات. اللي جاي في الفرونت هذا يمثل السدس من الاوتر لاير، ونسموه فيه كورنيا، نسموه فيه كورنيا، اللي هي الاريا هي البوينت هذه الى البوينت هذه، هذه نسموها فيها كورنيا. اما الجزء الثاني اللي موجود في الخلف هذا كله، هذه يمثل خمسة سداس، يمثل 5/6 من الاوتر لاير، ونسموه فيه سكليرا، اسمه سكليرا. يبقى هذه التركيبه متاع الاوتر لاير. طبعا احنا نعرفوا ان العين جهه من الباك اللي هو نير، نسموه فيه اوبتيك نير. تحت الطبقة هذه اللي هي الأوتر لاير، اللي هي الطبقة الخارجية، تحت منها طبقة تانية نسموها فيها الميدل لاير. الميدل لاير عندها أكثر من اسم تنسموه، بس خلنا نرسموه. عندها الجزء هذا نسموه فيه كرويد فاسكولار، هاي فاسكولار، كله بلاد فيزلز اللاير هذه، اللي هي بتوفر نيوتريشن للعين، فهذا كله نسموه فيه كرويد. الكرويد هذا من الفرونت في الريجن هذه حيبدأ ثيك، تقريبا تريانجولر ان شيب، ونغيره في اسمه ونسموه فيه سيلياري بادي. يبقى اللون فينا تو اسمه سيلياري بادي، اللي هو هذا جزء مناش من الميدل لاير، فهذا نسموه فيه سيلياري بادي. من السيلياري بادي حتطلع اكستنشن ثاني نسموه فيها الايرس. تمام، هذه بالنسبه للميدل لاير. الميدل لاير نقسمه فيها ثلاث طبقات، الجزء الأكبر منها هو اسمه كرويد. الجزئين اللي جيت في الفرونت، واحد نسموه آيرس والثاني نسموه فيه سيلياري بادي. خلينا نكتبهم هنا أو نكتبهم هنا باهي. يبقى الطبقة الثانية اللي بلون الأحمر شو اسمها؟ اسمها ميدل لاير. الميدل لاير هذه هي الفاسكولار لاير، فنسموها فيها فاسكولار لاير. نقدر نسمها اسم ثاني يسموها يوفيال تراكت، اسمها يوفيال تراكت. نتكلم عن الميدل لاير، باهي. تتكون من كم جزء؟ ثلاث اجزاء، 1 2 3. اطول جزء منها هذا نسموه فيه كرويد. قدام الكرويد بدي ثيك، هذا الشكل بتاع التريانجولر فلاتنت، نسموه فيه سيلياري بادي. سيلياري بادي. الطبقة الثالثة الاكستنشن هذه اللي طالعة من السيلياري بادي نسموها فيها ايرس. يبقى عندنا الميدل لاير تتكون من ثلاث اجزاء، 1 2 3. رقم 1 مني كرويد، رقم 2 من سيلياري بادي، رقم 3 من الايرس اللي هي هذه. باي هذه الطبقة الثانية. نجول الطبقة الثالثة من الاي بول نسموها احنا الانر لاير، اسمها انر لاير، نكتبهم هنا باهي، اسمها انر لاير. الانر لاير مادام هذه قلنا احنا فايبروس وبروتكتف، هذه فاسكولار، هذه نسموها نيورال لاير، سنسوري لاير. يبقى هذه اسمها انر لاير، نقدر نقول عليها ان هي السنسوري
لاير، نقول عليها ان هي نيورال لاير. باش تتكون من طبقتين واثنين ريتينا نسموها فيها الشبكيه نتاع العين. عندها طبقه نسموها فيها بيجمنتال ريتينا، بيجمنتال ريتينا، والجزء الثاني نسموه فيها النيورال ريتينا. يصف امتحانات الريتينا كلها الانر لاير، فنسمو الريتينا طبقتين. الطبقه الاولى اللي هي اكسترنال هي نسموه فيها بيجمنتال ريتينا، فنرسم فيها نتو اسمها بيجمنتال ريتينا. هذه بيجمنتال ريتينا طبعا هي كونتينيوس، تكمل خلف السيليري بادي وتكمل خلف الايرس، بس التركيبه بالفانكشن تاعها تختلف. حنتكلم عليها بالتفصيل لما نحكوا على الريتينا. فهذه كلها نسموا فيها ريتينا. ويتش ريتينا؟ بيجمنتال ريتينا. تحت البيجمنتال ريتينا في ريتينا ثاني اللي هي نسموا فيها نيورال ريتينا. فالطبقه هذه نسموا فيها نيورال ريتينا اللي باللون الاسود ده اسمها نيورال ريتينا. يبقى خلاص عرفنا في اوتر لاير وفي ميدل لاير وفي انر لاير. الانر لاير اللي نرسم فيها نتو اللي باللون الاخضر هذا نسمو فيها خطه اسمها بيجمنتال ريتينا، بهذا نيورال ريتينا. هذو ثلاثه طبقات نتاع الايبود، اوتر وميدل وانر. ممتاز. هنزيدو نكملوا شويه حاجات باش نبدو ناخذو بالطبقه كل وحده بالتركيبه نتاعها حسب الهيستولوجي. باهي، ففي من السيليري بادي هنا طلعت من البروسيسز طلعت، ففي ليجمنتس هنا سسبنسوري ليجمنتس يسمو فيهم او يسمو فيهم زونيلور اتاتشمنت. الليجمنتس هادو يمشوا ويثبتوا في حاجه يسمو فيها اللينس اللي هي هادي. فايش اسمها؟ اسمها اللينس، وحنتكلموا عليها بروح. يبقى هذه اللينس، وجود اللينس هنا شنو دارت؟ قسمت الاي بول سبيسز اللي موجات الداخل الى تو كومبارتمنتس، تو كومبارتمنت. فالكومبارتمنت الكبير اللي جاي خلفه نسمو فيه بوستيريو كومبارتمنت. شو اسمه؟ بوستيريو كومبارتمنت، كومبارتمنت. البوستيريو كومبارتمنت هذا جاي خلف اللينس، بينما المره اللي جاي قدام اللينس شو نسمو فيه؟ نسمو فيه انتيريو كومبارتمنت. يبقى السبيس هو كله كامله، شو نسمو فيه؟ نسموه انتيريو كومبارتمنت. الانتيريو كومبارتمنت والبوستيريو كومبارتمنت فيهم فلويد. نجيو للبوستيريو كومبارتمنت، فيه فلويد نسمو فيه فيتروس فلويد، اسمها فيتروس فلويد. نجيو للانتيريو كومبارتمنت، قالوا الانتيريو كومبارتمنت خلينا نقسمو الى تو سب كومبارتمنت، وكل واحد نسموه تشامبر. شوف معايا، لو خلينا نزيد نطول الايرس شوي بس. شنو اللي صار في الانتيريو كومبارتمنت؟ الانتيريو كومبارتمنت اللي هو سبيس ما بين الكورنيا واللينس، سبيس اهو بالكاميرا. وجود الايرس هنا زاد قسمه سبيس هذا اللي سميناه انتيريو كومبارتمنت الى تو تشامبرز. فقالوا اللي جاي خلف الكورنيا وقدام الايرس هذا نسموه انتيريو تشامبر. فنقولوا نقسموا الانتيريو كومبارتمنت الى انتيريو chamber، وشن تاني؟ posterior chamber. شوف معي الانتيريو chamber، نقول جزء من الانتيريو compartment، وهذا كامل سميناه anterior compartment. الانتيريو chamber نقول هو space اللي ما بين الايرس وما بين الكورني، هذا anterior chamber. في بوستيريو تشامبر نقول بوستيريو تشامبر هو اللي خلف الايرس، سبيس صغيره هو خلف الايرس، وقدام مني؟ قدام الزونيولار ليجمنت هادو وقدام اللينس. هذا نسمو فيه بوستيريو تشامبر. الاثنين مع بعضهما فيهم فلويد نسمو فيه اكيوس فلويد، نسمو فيه اكيوس فلويد. يبقى عندك فيتروس فلويد نقول وين؟ نقول في البوستير كومبارتمنت في السبيس هذا. فهذا كله معبي شنو؟ فيتروس فلويد نسمو فيه شنو السبيس هذا؟ بوستيريو تشامبر. تمام،
بوستير كومبارتمنت. نجول الانتيرو كومبارتمنت، نديرو لونين. الانتيرو كومبارتمنت في انتيرو تشامبر اللي هو هذا، وفي بوستير تشامبر اللي هو هذا. لو تلاحظوا الانتيرو تشامبر والبوستير تشامبر الاثنين شن في بناتهم؟ في بناتهم طريق، ما هما الاثنين شن فيهم؟ فيهم الاكيس فلود. الطريق اللي بناتهم الريجن هي الجاب الفتحه هذه نسموها فيها بيوبل، نسموها فيها البيوبل بتاع العين اسمها بيوبل. باه فيري كويك ريفيجن، نجول الاوتر لاير. الاوتر لاير رسمناها باللون الازرق، قلنا تتكون من كورنيا اللي هو هذا الجزء قدامي، وقفت هنايا وقفت هنايا. الجزء اللي من خلفه كله سميناه سكليرا، فهذه اسمها سكليرا. ممتاز، هذه الاوتر لاير. نجول الميدل لاير. الميدل لاير والله تكونت من ثلاثة اجزاء، رقم واحد اللي هو هذا الجزء الكبير اللي باللون الاحمر نسموه فيه كرويد، ديتك في الفرونت وترينجولر سميناها سيلياري بادي، طلعت منها اكستنشن سميناها ايرس. ممتاز، نجول الانر لاير سميناها سنسوري لاير، فطبقتين من الريتينا، واحدة من برا اسمها بيجمنتال ريتينا، وواحدة انر سموها نيورال ريتينا. هذه التركيبة شن قعدنا هنايا؟ قعدت اللينس اللي تابت فاش قلنا احنا في السيلياري بادي بليجمنتس نسمو فيهم زونيول ليجمنتس. وجود اللينس والزونيول ليجمنتس قسموا الكومبارتمنت اللي موجود الداخل فصل الاي بول الى تو سب كومبارتمنتس، واحد سميناه بوستير كومبارتمنت وقلنا جاي خلف اللينس وفصله فيتروس فلويد. في كومبارتمنت ثاني جاي قدام اللينس وخلف مني خلف الكورنيا، قالوا نقسموه الى تو تشامبرز، انتيرو تشامبر وبوستيرو تشامبر. الانتيرو تشامبر والبوستيرو تشامبر الاثنين مع بعض وشين فيهم؟ الاكيس فلويد. بس في باوندرز لكل تشامبر، عندك الانتيرو تشامبر نقول هو التشامبر اللي جاي خلف الكورنيا وجاي قدام مني قدام الايرس. البوستيرو تشامبر اللي هو جاي خلف الايرس وقدام مني قدام اللينس والزونيور ليجامنتس. البوستيرو تشامبر هذا والانتيرو تشامبر في جاب في فتحه بيناتهم نسموها البيوبل اللي هو البؤبؤ بتاع العين. تمام، هذا بالنسبه للبيزك ستراكشر بتاع الاي بول، بيزك ستراكشر الاي بول. خلينا نتكلم على اول جزئيه اللي هي الاوتر لاير. الاوتر لاير ما قلنا احنا الاوتر لاير تتكون من كورنيا، والله الكورنيا رسمناها مجرد خط وخلاص، لا هذه التركيبه بتاعها كومبلكس معقده شويه وحنتكلم عليها، وحنتكلم على التركيبه بتاع سكليرا طبعا في الفيديو بتاع اليوم اللي هو الكورنيا وسكليرا. قبل ما نمشي بس قلنا احنا سكليرا تمثل كم؟ بوستيريور 5/6، يعني اكبر من الكورنيا اللي تمثل الانتيريور 1/6. الاثنين يتلاقوا في الريجن هذه، مكان الالتقاء بتاعهم نسمو فيه سكليرو كورنيال جانكشن، مكان الالتقاء بتاعهم نسمو فيه سكليرو كورنيال جانكشن. باه تمام، هذه البيزك كونسبت نتاع ستراكشر اوف ذا اي بول. تو نجيو نتكلموا عليه اللي هو الاوتر لاير. هاي الاوتر لاير، الاوتر لاير بتاع الاي بول قلنا تتكون من طبق من جزئين، جزء جاي في الفرونت سميناه كورنيا، وجزء الثاني جاي في الباك سميناه سكليرا. نجو تركيبة الكورنيا، أول حاجة نرسم الاي بول صغيرة هنا، باهي نرسم التو لايرز اللي هما جايات اوت، الاوتر لاير. يبقى هذه من؟ سكليرا، وهذه كورنيا. خلينا ناخذ الكورنيا وندير لها ماجنيفيكيشن قدام، نكبرها. الكورنيا لما نجو نتكلموا عليها نقول تتكون من خمسة طبقات. خمسة طبقات. أول حاجة لو تلاحظوا الشكل بتاع الكورنيا كيف صار بروتروجن بارز لقدام، أو كونفكس لما تشوفها من الفرونت، وكون كيف فروم انسايد، انسايد كون كيف ومن برا كونفكس. يعني لما نجي نرسمها نرسمها بالشكل هذا، نرسم الكورنيا هنا طبقات بتاع الكورنيا نلقاها بارزة بالشكل هذا. باه لو نجي نشوف الكورنيا ونقسمها إلى قلنا شنو، احنا نقسمها إلى خمسة طبقات. ثلاثة طبقات نسمو فيهم سيلولار لايرز، فيهم سيلز، وطبقتين نسمو فيهم اي سيلولار لايرز، هم خمسة طبقات. الخمسة طبقات from out to in، out to in. الاوتر لاير عبارة عن سيلز نسمو فيهم ايبيثيليال سيلز، والايبيثيليال سيلز هادو عندهم بيسمنت ممبرين. احنا نعرفوا ان الايبيثيليوم ديما عليها
قاعد على البيسمنت ممبرين. فخلنا نرسمه البيسمنت ممبرين. هذا البيسمنت ممبرين سهلات الطبقات، حنعطيكم طريقة كيف تحفظون بها ما عادش تنسى. فهذا اللي بلون الأسود شو اسمه؟ اسمه بيسمنت ممبرين. باي بيسمنت ممبرين لمن؟ لمجموعة سيلز. شو نسمو فيهم؟ نسمو فيهم إبيثيليال سيلز. كيف شكلهم الإبيثيليال سيلز هذا؟ الشكل متاعهم عبارة عن سكويمس ستراتيفايد سكويمس إبيثيليال سيلز نن كيراتينايزد. فهذا السيلز نسموه هنا كم طبقة السيلز هذا؟ من 5 إلى 6 طبقات. هذه تركيبة نتكلم عن الكورنيا. The most external layer للكورنيا عبارة عن إبيثيليوم. الإبيثيليوم هذا شو نوعه؟ Stratified Squamous Epithelium. باهي Stratified Squamous Epithelium هذا كم طبقة؟ من 5 إلى 6 طبقات. هذه The most external layer في العين اللي في الفرونت تتكون من الإبيثيليوم هذا، قلنا من 5 إلى 6 طبقات. في الخمسة إلى ستة طبقات حنتكلم على التو لايرز اثنين. البيزل لاير اللي الطبقة هذه اللي قاعدة على البيسمنت ممبرين شو نسموها؟ نسموها البيزل لاير. البيزل لاير اللي نرسم فيها هنا النيوكلياي توه هذه راهو عندها ابيليتي ان يصير لها ريجينيريشن كل 7 أيام. كل 7 أيام تتغير. هذا ليش ستراتيفايد؟ نجول السيرفس سيلز اللي موجات من برا. السيرفس سيلز هذا تلقاه مور فلاتند، وتاني حاجة من عليهم مايكروفيلاي. السيرفس نتاعهم شنو عليهم؟ مايكروفيلاي. والسيلس اللي موجات برا هذو اللي نرسم فيهم بلون اخضر نسمو فيهم السيرفس سيلس. السيرفس سيلس هذو راهم مربوطاتهم مع بعضهم بتاي جنكشن، يعني فيري كلوز لبعض، مربوطات بعضهم باش بتاي جنكشن. يعني شنو عندهم الفرونت؟ مايكروفيلاي ومربوطات باش بتاي جنكشن، يعني السيلس لصقات في بعضهم مش هيخلوا اي حاجه تفوت بيناتهم. وشن عليهم قلنا احنا؟ مايكروفيلاي. ممتاز. البيزل سيلز هي عند القدرة أن يصير لها ريجينيريشن كل 7 أيام. إذن الطبقة الموست إكسترنال لاير من الكورنيا هذه نسمو فيها إبيثيليوم. إبيثيليوم الإبيثيليوم هذه ما هو قاعد على البيسمنت ممبرين. البيسمنت ممبرين هذا عنده اسم نسمو فيه بومانس ممبرين. اسمه بومانس ممبرين. يبقى لما نجي نعرفوا البومس ممبرين، شنو هو البومس ممبرين؟ والله البومس ممبرين هو البيسمنت ممبرين بتاع الابيثيليوم. ويتش ابيثيليوم؟ اللي هو جاي في الاوتر، في الاوتر لاير. تمام. هذا الجزء الثاني مناش من الكورنيا. الجزء الثالث واللي يمثل 90% من التركيبه بتاع الكورنيا، يمثل اكونتس 90% نسمو فيه ستروما. نسمو فيه ستروما. فالطبقه هذه كلها اللي باللون الاحمر كل اسماء اللي خليتها فاضي سموا فيها ستروما. ديب تو ذا ستروما في بيسمنت ممبرين ثاني. هذا البيسمنت ممبرين الثاني ما دام بيسمنت ممبرين معناه بيسمنت ممبرين لمن؟ الابيثيليوم. نسمو فيهم اندوثيليال سيلز. نسمعهم اندوثيليال سيلز. هذا بيسمنت ممبرين. البيسمنت ممبرين هذا عنده اسم نسمو فيه ديسمس ممبرين. فخلنا نمشوا ناخذ الطبقات واحده واحده. اول حاجه ابيثيليوم، تاني حاجة بومس ممبرين، بعد البومس ممبرين شو قلنا فيه؟ فيه ستروما. بعد ستروما قلنا شن فيه؟ فيه بيسمنت ممبرين تاني. شو نسموه؟ نسموه ديسمس ممبرين. ديسمس التي سايلنت نسموه فيه ديسمس ممبرين. ديسمس ممبرين به ديسمس ممبرين راهو عبارة عن شنو؟ بيسمنت ممبرين. بيسمنت ممبرين لمن؟ لإندوثيليال سيلز. فهنا نلقوا في اندوثيليال سيلز. لما نجوا نقولوا نديروا ديسكريبشن للاندوثيليال سيلز لهذا السيمبل سكويمس ايبيثيليوم، شو معنى سيمبل سكويمس ايبيثيليوم؟ معناها وان لاير من السيلز. وان لاير من السيلز الشكل نتاعهم سكويمس وقاعدات على بيسمنت ممبرين. البيسمنت ممبرين نتاعهم شنو اسمه؟ اسمه ديسمس ممبرين. يبقى اخر طبقه فروم انسايد شنو نسموا فيهم احنا؟ نسموا فيهم اندوثيليال سيلز. اندو ثيليال سيلز. ممتاز. انا نتكلم على تركيبه من على الكورنيا. هذه كلها اسمها كورنيا. يبقى الكورنيا تتكون من كم طبقه؟ 5 طبقات. from out to in. from out to in تبدا بمن؟ بابيثيليوم. بعدين الابيثيليوم عنده بيسمنت ممبرين شو اسمها؟ بومنس ممبرين.
بعدين في اريا كبيره تمثل قلنا قداش 90%، شنو نسموا فيها؟ نسموا فيها ستروما. بعد ستروما شنو فيه؟ هي رقم 3 ستروما. بعد ستروما شنو فيه؟ رقم 4 بيسمنت ممبرين. بيسمنت ممبرين لمن؟ هذا بيسمنت ممبرين للاندوتيل السلسله من داخل. شنو نسموا فيه؟ نسموا فيه ديسمس ممبرين. ديسمس ممبرين. بعدين فروم انسايد نسموا فيه اندوتيليال سيلز. رقم 5 اندوتيليال سيلز. ممتاز. لو تلاحظوا هذه الكورنيا، هذه الاوت وهذه الان. الاوت اللي من فيه الاندوتيليال، والان من فيه في سوري الابيثيليوم اللي هم ستراتيفايد، والداخل من فيه في الاندوتيليوم، اما هم اللي هم السمبل سكويمس ابيثيليوم. الاندوتيليوم هذا اللي جهات الداخل باتجاهات، في اتجاه من؟ في اتجاه الانتيرو تشامبر اللي بكر تكلمنا عليه، اللي شين فيه؟ اللي فيه الاكيوس هيومر. ممتاز. اللي فسطه الاكيوس هيومر. فهذه البيزك ستراكشر نتاع الكورونيا. قبل ما نتكلم على كل طبقه شنو الفيتشرز نتاعها، نعطيكم نيمونيك او طريقه تحفظ بها، هي تقريبيه يعني تسهل على الطالب. فنقول احنا الطبقات نتاع طبقه الكورونيا نحفظوا فيها، احنا نقولوا A B C D E. الA الأولى هذه نغيرها بالE، يعني نبدأ بE ننتهي بE. E B C D E. E من؟ Epithelium. البي من؟ Bowman's membrane. السي من؟ ستروما. صح سي واس لكن مو باش تحفظ. الدي من؟ Desmous membrane. الإي من؟ Endothelium. Endothelium. هادو خمسة طبقات from out to in. بدت بإندوتي إبيثيليوم وتنتهي بإبيثيليوم. تمام. تو نبي ندير، أنا نبي نتكلم على كل طبقة بروحها، باهي كل طبقة بروحها. خلنا ناخدو إبيثيليوم، هو اللي من برا. الإبيثيليوم هذا اللي من برا، خلنا نعطي ديسكريبشن هنا. الإبيثيليوم اللي من برا شنو نوعه؟ قلنا احنا ستراتيفايد سكويمس إبيثيليوم ونن كيراتينايزد. نن كيراتينايزد هذه الاولى. قلنا الابيثيليوم هذا يتميز باش انه هو عند البيز لاير نتاع عند يصير لها ريجينيريشن كل 7 دايز، تتجدد كل 7 ايام. السلس اللي مرسومات بالازرق هذو مربوطات ببعضهم بمن؟ بديزموسوم. بينما السلس اللي موجات على السيرفيس هذو مربوطات ببعضهم باش بتايت جانكشن. بتايت جانكشن هذا الإبيثيليوم اللي موجود وين؟ قلنا احنا في الاوت. تمام. اللي تحت منهم اللي هو الممبرين اللي بلون الاسود نسموه فيه بومس ممبرين. بومس ممبرين. البومس ممبرين لما نجي نعرفوا نقول شنو هو البومس ممبرين؟ هو البيسمنت ممبرين نتاع الإبيثيليوم سيلز. هو البيسمنت ممبرين نتاع الإبيثيليوم سيلز. البومس ممبرين has no cells. No سيلز. هذه مهمة. تاني حاجة لازم نعرف انه هو ما عنداش الابيليتي انه يصير له ريجينيريشن، يعني كان نوت بي ريجينيريتد. كان نوت بي ريجينيريتد. من هو؟ البومس ممبرين. نجو الستروما، اهم حاجة الستروما. الستروما هذه القاها تتكون ناش من كولاجين فايبرز. كولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز هذه شوف معي، لقوها في جزء من الكولاجين ماشي بشكل هذا برر اللي بعض، وخلف كولاجين فايبرز حتى هي برر لكن عكس الكولاجين الجروب الاول، يعني في جروب تلقاه برر بشكل هذا، خلف جروب ثاني حتى هم برر اللي بعضهم لكن مخالفين على الجزء اللي قدامهم، معناه يتلاقوا مع بعضهم باش برايت انجل بزاويه 90. ها هذا شنو؟ كولاجين برر. خلفهم كولاجين تانيات برر اللي بعضهم لكن اوبزيت للي قدامهم. هادو كلهم كل واحد نسمو فيها لاملة. كل كولاجين فايبرز يبقى نقولوا احنا الكولاجين فايبرز اللي موجود في طبقة ستروما، هذه ستروما نقولوا الكولاجين فايبرز بتاع ستروما، نقول ستروما ستروما تمثل قداش قلنا احنا 90% هاي اللي هي الطبقة هي كلها. بعد ستروما من يكونها؟ يكونها كولاجين فايبرز. كولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز بتاع ستروما حنلقوهم
مكونين حالة سموها لاميلا. كل لاميلا نقول فايبرز متاعها خيرهم برارل برا باه. هذه لاميلا هي، واللي خلفها تتلاقى معها باش برايت انجل بزاوية 90 تمام. يبقى عندك كولاجين فايبرز ميلي دي ما حنا نعرفوا مع الكولاجين شين فيه، في فايبروبلاست، فنقول معها فايبروبلاست ميليا. الفايبروبلاست اللي موجود في الستروما هنا يعني نسمو فيهم اسم تاني، نسمو فيهم كيراتوسايتس، نسمو فيهم كيراتوسايتس. نكملوا الرسمة نتاع الستروما. الستروما قلنا احنا يتمثل قداش 90% شنو فيها؟ فيها كولاجين فايبرز، نلقوهم يكونوا في حاجه اسمها لاميلا. كل لاميلا الفايبرز نتاعهم نلقوهم بارلل مع اللي بعدها تتلاقى برايت انجل. فهذا كلهم نرسم فيهم اللي تو شنو نسموا فيهم؟ نسموا فيهم هذه كلها ستروما، وهذو كولاجين فايبرز، هذو كولاجين فايبرز تمام. الطبقه هذه اللي سميناها ستروما قلنا اكاونتس قداش من الـ من الـ من التركيبه نتاع الكورنيا 90%، يعني 90% كورنيا من الكورنيا ستروما، 90% ستروما. الإبيتيليوم اللي جات من برا less than 10%، مش 10%، أقل من 10% باش تخلي الديسمس ممبرين والبومنس ممبرين والإندوتيليال سيلز. باه نجو نتكلموا على التو ممبرين سهما. الديسمس ممبرين اللي هو جاي أوت اللي هو اسمه بومنس ممبرين، واللي من داخل اسمه ديسمس ممبرين. وش الفروقات بيناتهم؟ نقول احنا البومنس ممبرين هو البيسمنت ممبرين نتاع الابيتيليوم سيلز، ويتش ابيتيليوم سيلز اللي جات برا اللي هما ستراتيفايد سكويمس ابيتيليوم. ممتاز. نجو نتكلموا هذه رقم واحد، وان هو ذير از نو سيلز فيه، ما فيش سيلز، حتى هذا ما فيش سيلز. هذا ما يصيرلاش ريجينيريشن اللي هو البومنس ممبرين. الديسمس ممبرين هو البيسمنت ممبرين نتاع الاندوثيليال سيلز، يصير له ريجينيريشن، يصير له ريجينيريشن تمام. نجولي ستروما 90% فها فايبروبلاست كولاجين فايبرز بارالل يكونوا لاميلا، وكل لاميلا تتلاقى مع اللاميلا الثاني برايت انجل. الفايبروبلاست نسميناهم كيراتوسايتس. ديسمس ممبرين عباره عن بيسمنت ممبرين الاندوثيليال سيلز. الاندوثيليال سيلز اللي موجات من داخل قلنا عباره عن سمبل سكويمس إبيثيليوم، سيمبل سكويمس إبيثيليوم. ممتاز. هذه بالنسبة لتركيبة اللي هو الكورنيا. تحفظ الترتيب، تبدأ بإبيثيليوم عند البيسمنت ممبرين اسمها بومنس ممبرين، بين البومنس ممبرين والديسمس ممبرين في حاجة ستروما. الديسمس ممبرين هو البيسمنت ممبرين للإندوثيليال سيلز. خمسة طبقات تحفظهم من تعمل متاع الكورنيا. الكورونيا هذه تتميز ان هي A vascular dehydrated، highly dehydrated، ما عندهاش blood vessels. بقى كيف تعتمد على النيوتريشن، كيف تتغذى، كيف تعيش اللي هو الكورونيا؟ الكورونيا والله من الداخل ان هي هنا قلنا هادو السلس يتلاقوا مع مين من داخل؟ يتلاقوا مع الاكس هيومر اللي هو الفلود اللي موجود فاش في الانتيرو تشامبر والبوستيرو تشامبر. نجول للصورة هذه، شوف معي أنا اللي رسم فيها الكورنيا اللي هي هذه اسمها الكورنيا. من داخل من الخلف أنا شن فيه؟ في الأكس هيومر. فالأكس هيومر هو اللي بروفايد نيوتريشن للكورنيا. لمن من داخل؟ from inside. بقى عن طريق مني، عن طريق اللي هو الاندوثيليال سيلز اللي موجود الداخل. يعني الاندوثيليال سيلز هذه تقعد تاخذ في نيوتريشن من من الأكس هيومر، من الأكس هيومر. بقى from outside الإبيتيليال سيلز هذه تقعد تاخذ في نيوتريشن منين؟ من التيرز، دموع. منين تاني؟ من الاير تاخذ نيوتريشن، وهذا كله عن طريق الديفيوجن، عن طريق الديفيوجن. فهذه النيوتريشن بتاع الكورنيا. الحاجه الثانيه هنا في حنتكلم عليها في الفيديو الثاني اللي هي الجنكشن، هي اللي نسميها الليمبس او نسموها فيها سكليرو كورنيال جنكشن. في الجنكشن هنا في بلاد فيز خاصات باش السكليرا بس يوصلوا لمن؟ للكورنيا. احنا نقول الكورنيا من جهه اللاترال سايد، من جهه اللاترال في الاند هذه تعتمد على ارتريز. منين جايات؟ جايات من السكليرا.
ارتريز من جهات مسكليره، بس في السنتر نتاعها تعتمد على الدفيوجن، تاخذ من الاكيوس هيومر وتاخذ منين؟ من الاتموسفير او من التيرز، تاخذ من الاير وتاخذ من التيرز. هذا بالنسبه للتركيبه نتاع الكورنيا. نوقف الفيديو هذا باهي، حاولوا تراجعوا الكورنيا من الشيتات نتاع الكليه، وحنكمل الفيديو ونخلي الصور هذه باش نراجعوا منها. السلام عليكم ورحمه الله.